بجدد التحية بحضراتكم. النهاردة اتحاد كرة القدم اعتمد خلال اجتماعه برئاسة الأستاذ جمال علام تشكيل لجنة لرصد أو تشكيل لجنة الرصد الإعلامي. هذه اللجنة ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصغيرة أو الصادرة من مختلف عناصر اللعبة عبر وسائل الإعلام المختلفة. هايل، حاجة محترمة جدا، وبالتأكيد هو قرار أكثر من رائع من اتحاد كرة القدم. وتشكيل هذه اللجنة هيكون له دور مهم في إيقاف التجاوزات اللي بتحصل في الفترة الأخيرة. خلي بال حضرتك، أعتقد لأن النهاردة كمان تم تشكيل لجنة الانضباط و يعني هقول لحضراتكم حالا ايضا ايه اللي حصل. ف تم تشكيل هذه اللجنه لرصد كل التجاوزات التي تحدث في الاعلام. لجنه لرصد التجاوزات التي تحدث في الاعلام، معروف طبعا التجاوزات بتحصل من مين وفين وازاي، يعني ما عندناش حد تاني بيعمل اي تجاوزات، ولكن اللجنه دي قراراتها، هل اتحاد كره القدم سيستطيع أن ينفذ قرارات اللي بتصدر عن لجنة الانضباط اللي موجودة في الاتحاد؟ أتمنى أن ده يحصل وأن هذه اللجنة يكون ليها الدور في إعادة الأخلاق والاحترام للوسط الرياضي المصري. ونرجع تاني نتكلم عن الإنجازات، كل واحد بيبقى في ناديه، نرجع تاني نتكلم عن الإنجازات اللي بتحصل في كرة القدم المصرية، والنادي الأهلي عايز يعمل إيه، والنادي الفلاني عايز يعمل إيه، بعيدًا عن هذه السمعة السيئة اللي بنشوفها الفترة اللي فاتت. وخلي بال حضرتك النهاردة الجبلية أيضًا أخطرت الأندية بتفعيل المادة 24 بلائحة الانضباط، وتحذر من العقوبات التي من خلال هذه المادة. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جميع الأندية والفروع يخطرهم بتفعيل المادة 24 من لائحة لجنة الانضباط، اللي هي بتقول إيه يعني؟ التي تحذر على أي نادي أو أي من المسؤولين وعناصر اللعب القيام بأي إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف والصحف الإلكترونية أو المواقع الرسمي للنادي أو المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية والتصريحات اللي من على اختلافها ما يمس أو يسيء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن هل من حقي إن أنا أنتقد؟ آه، من حقي إن أنا أنتقد اتحاد كرة القدم وقرارات بيعملها اتحاد كرة القدم زي ما بنعمل هنا في البيت الكبير. لكن هل من حقي ان انا اطلع اقول الاستاذ جمال علام او ايا من اعضاء مجلس الاداره كلمه اتجاوز فيها في حقه؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل. زي ما قلت لحضرتك، حضرتك واهل بيتك كلهم تقدروا تقعدوا تتفرجوا على قناه النادي الاهلي عادي، يعني وانت قاعد مش هتبقى متضايق ان انت يعني ممكن تبقى ما بتحبش اسلام، بتحب اسلام، ما بتحبش مش عارف مين، بتحب مين، لكن عمرك ما هتبقى متضايق من لفظ بيتقال على شاشه قناه النادي الاهلي ابدا، يعني عمرها ما حصلت ولا هتحصل. يعني سواء مين اللي موجود او مين اللي مش موجود، عمرها ما هتحصل ان يتقال كلام كده ولا كده على شاشه قناه النادي الاهلي، لانها شاشه بتخاطب الملايين. اتحاد كرة القدم قال في خطابه أنه في حال ارتكاب هذه المخالفة يعاقب واحدة من أكثر أو أكثر من العقوبات التالية: التوبيخ أو الإيقاف لمدة التي تحددها اللجنة، الغرامة على أن لا تقل عن 50,000 جنيه، عقوبة اللجنة، توقيع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقييد الوارد لهذه العقوبات. وبالتالي أنا بقول لحضرتك بناء على الكلام ده لو حصل أن احنا مش هنسمع تجاوزات مرة أخرى خلال الفترة اللي جاية. أتمنى أن ده ما يحصلش، وأتمنى من المجلس الأعلى للإعلام، وأتمنى من هذه اللجان اللي تم تكوينها في اتحاد كرة القدم أو إعادة تكوينها، وده اللي كان بنطالب بيه دائما من خلال البيت الكبير، أتمنى أن يكون هناك
ضرب بيد من حديد زي ما بيتقال على قناة الأهلي أولا بالمناسبة، أهو عشان ما حدش يقول لي مش عارف إيه، على قناة النادي الأهلي أولا، لأن إحنا متأكدين وواثقين في نفسنا، لأن إحنا بنعمل تحت شعار النادي الأهلي. ولكن لو حد طلع شتمني المفروض إن أنا أسكت؟ عموما هذه القرارات إن شاء الله ستعيد النظام والالتزام والاحترام ما بين الوسط الكروي، هو مش الوسط الكروي ولا حاجة، هو معروف معروف، واحد اتنين تلاتة، مش هنتكلم أكتر من كده، ولكن تظل دائما هذه هي الحقيقة.